ألوغ، بالنسبة للمجموع أو طرح الأعداد النسبية، غادي ناخدو هاد القاعدة هادي. ناخدو مثلا هاد العدد 5 ناقص 9. 5 ناقص 9، أولا أول حاجة تنخاطبو فيها العقل ديالنا هو أنه 5 ناقص 9 كنقولو ما يمكنش، ياك تنقولو ما يمكنش، كيفاش غنقص 5 من 9؟ وخمسة راه صغر من 9. دابا في القسم الإعدادي وما فوق ولات يمكن، علاش؟ لأننا كنقراو مجموعة الأعداد النسبية السالبة. إذا 5 ناقص 9 تساوي، أنا نقول لك تساوي ناقص 4. علاش ناقص 4؟ القاعدة كتقول أنه تنشوفوا 5 إشارتها موجبة ولو أنها ما كتبانش، وعندنا -5 وعندنا -9. كنقولوا شكون اللي عنده أكبر قيمة مطلقة، هل هي 5 أم -9؟ اللي عنده أكبر قيمة مطلقة هو -9. مزيان، كي دايره الإشارة ديال هاد -9؟ إشارتها سالبة، تنوضع إشارة سالبة. بالنسبة للعدد اللي غادي يمكننا نوضعه هنا، هو كيكون الفرق ما بين أكبر عدد وأصغر عدد، يعني الفرق بين 9 و5، الفرق بين 9 و5 اللي هو 4. ناخدو عملية أخرى، -8 زائد 3. راه هاد الكتابة بحال هاد الكتابة، غير حنا بدلنا، لأن الجمع ماذا؟ الجمع تبادلي، ممكن تبدل ليه البلايص ديالو. إذا -8 زائد 3، عاوتاني غنطرحو نفس السؤال، شكون اللي عنده أكبر قيمة مطلقة، واش -8 ولا +3؟ -8 كي دايرة إشارته سالبة، ها هي. الفرق ما بين ماذا؟ 8 و3، أقل، الفرق ما بين 8 و3 هو ماذا؟ هو 5. إذا -8 زائد 3 تساوي -5. جيد، تخي بيان. ناخذ مثال آخر، 16 ناقص 30. هاد 16 ناقص 30 راه ممكن نكتبوها على هذا الشكل، -30 زائد 16. علاش؟ لأن الجمع تبادلي. ما معنى تبادلي؟ بمعنى كنبدلوا البلاصة ديال، ممكن نبدلوا البلاصة ديال الأعداد، ولكن باحتفاظ كل عدد بإشارته. 16 هنا موجب، ها هو بقى موجب. 30 إشارتها سالبة، ها هي سالبة. إذا راه نفس هذا، وكيبقى نفس العلاقة أو نفس القاعدة، كنشوفوا شكون اللي عنده أكبر قيمة مطلقة هو -30، كيدير الإشارة ديالو سالبة، ها هي سالبة. وكنديروا الفرق، عقل مزيان، الفرق ما بين 30 و 16، الفرق ما بين 30 و 16 اللي هو 14. تخابي، هذه كملناها. ندوزو دابا مجموع عددين سالبين، مثلا تلقى -3 ناقص 4. -3 ناقص 4 إشارة سالبة بطبيعة الحال بعينينا مغمضين، وتنجمعوا في هذه الحالة دي، تنجمعوا 3 مع 4 تتولي -7. ويمكن كتابة مثلا هاد -3 ناقص 4 على هذا الشكل، -3 بين قوسين زائد -4. إذا -3 زائد -4 ماذا تساوي؟ تساوي، حدنا هنا شنو غنجمعو؟ هنا نشوف المجموع الزائد على اش، علاش كتعبر؟ كتعبر على المجموع. اذا مجموع عددين سالبين هو عدد سالب. اذا -3 زائد -4 هي ناقص ماذا؟ -7. مفهوم؟ تخيل. اذا ما نبقاوش ندوخو ما بين هاد العمليات هادو، ناخذ مثال اخر نختمو به، مثلا 1 ناقص 9. 1 ناقص 9، أولا بالعقل تنقولوا ما يمكنش، 1 غتحيد منه 9، ما يمكنش، يبقى إشارة سالبة. الفرق ما بين 9 و1 هي ماذا؟ 8. ممكن كتابة 1 ناقص 9 على شكل 9 زائد -9 زائد 1، على ميم شوز، هاي إشارة سالبة ديال 9، إشارة موجبة ديال 1. -9 زائد 1 ماذا؟ هي -8. عددين سالبين -13 ناقص 9 تساوي ماذا؟ إشارة سالبة، ونجمعوا هذا بجوج هي -22. أتمنى أنها تكون واضحة إن شاء الله.